السلام عليكم. هسه مثل ما قلني انه بالاكيوت انفلاميشن راس يرد معركه، راس يرد معركه بين اجزاء الاكيوت انفلاميشن وبين هذا الباثوجين. فاذا نجح الاكيوت انفلاميشن بالقضاء على الباثوجين، بعد لازم ينتهي الاكيوت انفلاميشن، ما احتاجه بعد، لازم انهي. بينما اذا صار العكس، اذا الاكيوت انفلاميشن ما نجح بالقضاء على هذا الباثوجين، يعني الباثوجين جاي باعداد هواي والباثوجين قوي لاي سبب whatever، المهم الأكوت إنفلاميشن ما نجح بالقضاء على هذا الباثوجين، فبهاي الحالة بعد لازم يستمر الإنفلاميشن. بس هنا أنا بعد ما راح أسمي أكوت إنفلاميشن، لا راح أسمي كرونيك إنفلاميشن. هو الأكوت إنفلاميشن عادة من seconds إلى few days، من ثواني إلى عدة أيام، يعني كم يوم، ممكن حتى أسبوع، وراها يصير اسمه كرونيك إنفلاميشن. وأكيد هنا بالكرونيك إنفلاميشن بعد الجسم خو ما يبقى يعتمد على النيوتروفيل، لأن هي بالأكوت إنفلاميشن ما نجحت بالقضاء على الباثوجين، فهنا خو ما يبقى يعتمد عليها نفسها. أكيد لا، لازم يجيب خلايا جديدة. شنو راح يجيب؟ راح يجيب خلايا يسموها اللمفوسايت، وهاي اللمفوسايت تكون سبيسيفيك لهاي الباثوجين. هي اللمفوسايت جزء من السبيسيفيك أميون سيستم، تكون سبيسيفيك لهذا الباثوجين. مثلا اجتني بكتيريا نوع أي، بكتيريا نوع أي، راح تجيني لمفوسايت خاصة للبكتيريا نوع أي. وإذا اجتني مثلا بكتيريا نوع بي، راح تجيني لمفوسايت خاصة للبكتيريا نوع بي، يعني سبيسيفيك لهاي البكتيريا. اوكي زين، من راح تجي هاي اللمفوسايت؟ هاي بكل بساطه، اذا تتذكر باول فيديو قلنا اول ما يدخل الباثوجين راح تجيني خليه يسموها الدندريتك سيل، هاي موجوده بالتيشو. قلنا راح تجي لهذا الباثوجين وتاخذ عينه من عنده، وتاخذ هاي العينه وتروح للليمف نود، وهناك بالليمف نود قلنا تسوي انتيجين برزنتيشن وتفعل اللمفوسايت. فاللمفوسايت راح تجيني من الليمف نود، هم راح تطلع من الليمف نود وراح تروح للبلس ستريم، وراح تجيني بنفس الطريقه. شلون اجت النيوتروفيل؟ هاي نفس الخطوات، مارجينيشن رولينج وادهيجين وكذا، نفس الخطوات، وراح تطلع من البلد فيسل وراح تجيني للتشيو. هسه صارت عندي لنفوسايت بالتشيو. اللنفوسايت مثل ما نعرف نوعين، عندي بي لنفوسايت وعندي تي لنفوسايت. بي لنفوسايت وتي لنفوسايت. البي لنفوسايت مثل ما نعرف هي المسؤولة عن افراز الانتيبادي، تفرز الانتيبادي، هاي نعرفها. والتي لنفوسايت هاي بيها نوعين، عندي تي هيلبر، تي هيلبر، واحدة يسموها تي هيلبر، تي هيلبر لنفوسايت، وعندي واحدة يسموها تي سايتوتوكسيك، تي سايتوتوكسيك. عندي تي هيلبر وتي سايتوتوكسيك، يرمزولهم هاي رمزولة تي اتش وهاي رمزولة تي سي. هذا من اسماهن، هاي تي سايتوتوكسيك من اسمه سايتوتوكسيك، يعني هاي توكسيك للخلايا، يعني هاي تروح للخلايا وتقتلها، توكسيك تو ذا سيل، سايتوتوكسيك. بينما هاي الهيلبر من اسمه هيلبر، هي مساعدة، تكون تساعد باقي الخلايا مع الكرونيك انفلاميشن. وبالحقيقة هي مو بس مساعدة، وإنما هي الماستر اوف كرونيك انفلاميشن، هي تدير العمليات كلها بالكرونيك انفلاميشن، هي المسؤولة تقريبا عن كل شيء بالكرونيك انفلاميشن. وهاي التي هيلبر فيها ثلاث أنواع، كل وحدة تجيني بحالة معينة، وكل وحدة مسؤولة عن ريسبونس خاص. خلينا نشوف شنو ذن الأنواع. أول نوع يسمونه التي هيلبر 1، تي هيلبر 1 رمزولة تي اتش 1. هاي شو تسوي؟ هاي تجيني بحالة الانترا سيلولار باثوجين، الانترا سيلولار باثوجين، يعني الباثوجين اللي تكون اللايف سايكل مالتي داخل الخلية، اللي يدخل داخل خلايا الجسم ويتكاثر داخل خلايا الجسم مالتي، انترا سيلولار باثوجين. مثل شنو؟ مثل فيروسات، كل الفيروسات هي انترا سيلولار، او مثل انترا سيلولار بكتيريا، او مثل انترا سيلولار باراسايت. بعض الباراسايت وبعض البكتيريا يكون انترا سيلولار، يتكاثر من داخل الخلية. فهنا الجسم شو راح يسوي بهاي الحالة؟ بحالة انه عنده انتراسيلولار باثوجين، خلينا نفترض انه عنده هاي خلية، خلية من خلايا الجسم مالتي مصابة بانتراسيلولار باثوجين، يعني هاي انفكتد سيل. شوفوا شلون ضايجة؟ هاي انفكتد سيل موجود بداخلها انتراسيلولار باثوجين. فهنا الجسم بهاي الحالة شو يسوي؟ الجسم لازم يتخلص منها، هاي الخلية بعد ما تفيد لازم الجسم يتخلص منها. احنا نعرف اي شيء ما نريده، عندنا فاجوسيتك سيل تجي تسوي له فاجوسايتوسيس، مثل ماكروفاج تجي تسوي فاجوسايتوسيس لهاي الخليه. بس هذا ما راح يصير هنا، لان خلايا الجسم بالحاله الطبيعيه مالتها وهي عدله وهي عايشه ما ممكن يصير لها فاجوسايتوسيس، تقاوم عمليه الفاجوسايتوسيس. فاذا جت للماكروفاج وتريد تسوي فاجوسايتوسيس هاي الخليه ما راح تقدر. فشنو لازم يصير؟ لازم اول شيء اموت هاي الخليه، لازم اموت هاي الخليه، لازم اموت هاي الخليه النوب الا الماكروفاج تجي تقدر تسوي لها فاجوسايتوسيس. اوكي، إذا عندي هاي infected cell بداخل intracellular pathogen،
بالاكوت انفلاميشن نيوتروفيل اجت ردت تسوي الفاجوسايتوسيس ما تقدر لان هاي الخليه بعتي عدلي. فاجي هسه عادي الكرونيك انفلاميشن، ايش راح يسوي الكرونيك انفلاميشن؟ لازم يقتل هاي الخليه حتى تجي الماكروفاج تقدر تسوي الفاجوسايتوسيس. شلون راح يقتلها؟ بكل بساطه راح تجي التي هيلبر 1، بما انه عندي انترا سيلولر باثوجين راح تجي التي هيلبر 1، راح تجي المكان الانفلاميشن مكان اللي بهاي الخليه، راح تفرز دي مجموعه من السيتوكاينز، راح تفرز انترلوكين 1 انترلوكين 2 انترلوكين 6 تيومر نيكروسيس فاكتور انترفيرون جاما، راح تفرز هاي السيتوكاينز. ايش راح يسوي هاي السيتوكاينز؟ راح يسوي عده شغلات. اول شيء راح تروح للسيتوتوكسيك تي سيل اللي همين راح تجين المكان الانفلاميشن، راح تروح لهذن السيتوكاينز وراح يفعلنها، راح يرحم هذن السيتوكاينز ويفعلن السيتوتوكسيك تي سيل. ورا ما فعلت ايش راح يصير؟ بكل بساطه راح هاي السيتوتوكسيك تروح لهاي الخليه هاي الانفكتد سيل وراح تموتها، راح هاي السيتوتوكسيك تروح لهاي الخليه وراح تموتها. شو راح تموتها؟ بكل بساطه راح تسوي بيها ابوتوسيس. احنا نعرف عندنا نوعين من السيل ديث، عندنا نيكروسيس وعندنا ابوتوسيس. الابوتوسيس قلنا يصير من انه الجسم بد خليه معينه ما يحتاجها ما يريدها يريد يتخلص منها فيسوي لها ابوتوسيس اللي هو بروجرام سيل ديث، يعني هي الخليه تموت روحها. وقلنا عادي النوع الثاني اللي هو النيكروسيس اللي هو السيل دامج، اللي هي الخليه تدمر يتدمر الممبرين مالتها، وذاك هو اصلا بحد ذاته يسوي لي انفلاميشن. فهنا الجسم يريد يتخلص من هاي الخليه، ايش راح يسوي؟ هو ما يسوي لها نيكروسيس يدمرها، لا راح يسوي لها ابوتوسيس. شو راح يسوي لها ابوتوسيس؟ راح تجي السيتوتوكسيك تي سيل تجبر هاي الخليه انه تسوي ابوتوسيس. يعني الخليه قاعده وساكته ليش تسوي ابوتوسيس؟ خليه من خلايا الجسم جات تشتغل وجاء هذا الباثوجين سمين ما تريد تسوي ابوتوسيس، بس الجسم هنا راح يجبرها انه تسوي ابوتوسيس. راح تجي السيتوتوكسيك تي سيل وتجبرها انه تسوي ابوتوسيس، تجبرها انه تموت. اوكي، فبالنتيجه راح تموت هاي الخليه. ورا ما ماتت بكل بساطه راح تقدر الماكروفاج تجي تسوي لها فاجوسايتوسيس، وبالتالي الجسم راح يتخلص من هاي الخليه وراح تنحل عندي المشكله. وبعد الشغله الثانيه راح تصير بحاله الانتراسيلولار باثولوجي، بعد خطوه ثانيه غير انه اتخلص من هاي الخليه، راح تجيني البي لينفوسايت. ايش راح تسوي؟ راح تفرز انتي بودي. طبعا هي مو البي لينفوسايت، هي البي لينفوسايت تتحول الى خليه يسموها البلازما سيل، والبلازما سيل هي تفرز الانتي بودي. فهسه المهم عندي هاي بلازما سيل راح تفرز انتي بودي. ايش راح تسوي هاي الانتي بودي؟ راح تروح للباثوجين قبل لا يدخل للخليه. يعني مثلا عندي هذا فيروس، قبل لا يدخل هاي الخليه، مثل هاي الخليه بعد هي صاحيه ما مصابه، هذا الفيروس يريد يروح يصيبها، فايش راح يسوي ذا الانتي بودي؟ راح يرحل لهذا الفيروس قبل لا يدخل للخليه، وراح يرتبطن بالسطح الخارجي مادي، ويرتبطن بالسطح الخارجي مادي، وراح يمنعني من انه يتصل بالخليه، ما يخلينا يتصل بهاي الخليه ولا يخلينا يدخل داخلها، وبالتالي راح يتوقف الانفكشن، راح يتوقف اللايف سايكل مادي، ما راح يقدر يدخل داخل الخليه، لان هو اللايف سايكل مادي لازم يدخل داخل الخليه ويتكاثر، فبعد ما راح يقدر يدخل داخل الخليه فراح يوقف عندي الانفكشن. إذن بالكرونيك انفلاميشن بحالة الانتراسيلولر باثوجين راح يصير عندي شغلتين. أول شيء عندي انفكتد سيل لازم أتخلص منها. شلون أتخلص منها؟ أول شيء لازم يسوي لها أبوتوسيس عن طريق السيتوتوكسيك تي سيل، إنه برا ما سويت لها أبوتوسيس راح تجي الماكروفاج وتسوي لها فاجوسايتوسيس. هذين الاثنين يتفاعلن عن طريق السيتوكاينز من التي هيلبر سيل. أوكي؟ تي هيلبر 1. والشغلة الثانية راح يصير عندي إنه البي سيل راح تفرز أنتيبادي، راح تروح للباثوجين وراح تحيط به وراح تمنعه من انه يدخل داخل الخليه. هاي العمليه اسمها نيوتراليزيشن، يسوي نيوتراليزيشن لهذا الباثوجين، مثل يعادلني ما يخليني يدخل داخل الخليه. نيوتراليزيشن. اوكي، هذا النوع الاول من الريسبونس يصير بالكرونيك انفلاميشن، هو بحاله الانتراسيلولر باثوجين تكون مسؤوله عنه تي هيلبر 1. هسه خلينا نجي للريسبونس الثاني اللي تكون مسؤولة عني النوع الثاني من التي هيلبر سيل اللي هي التي هيلبر 2. طبعا عندي ثلاثة، تي هيلبر 1 تي هيلبر 2 تي هيلبر 17، طفرنا من 2 الى 17 هنا هيك. عندنا تي هيلبر 1 تي هيلبر 2 تي هيلبر 17. تي هيلبر 1 قلنا مسؤولة عن انترسيلولر باثوجين، خلينا نشوف التي هيلبر 2 ايش راح تسوي لي. هاي راح تجيني بحالة الهيلمث، بحالة الديدان. اذا عندي ديدان، طبعا الديدان حجمه كبير، اكو ديدان توصل الى 30 سنتيمتر. زين بهاي الحاله جسم شو يساوي؟ يعني الخلايا مالتي الماكروفاج والنيوتروفيل حجمها صغير، ما تقدر تسوي فاجوسايتوسيس هاي الدوده الكبيره. فجسم بهاي الحاله شو راح يسوي؟ يظل محتار؟ لا ما راح يظل محتار، راح يجيني الكرونيك انفلاميشن،
راح تجيني تي هيلبر 2 راح تفرز لي مجموعه من السيتوكاينز، راح تفرز لي انترلوكين 4 انترلوكين 5 انترلوكين 13. هذين السيتوكاينز راح يرحن للبي سيل وراح يخلينها تفرز نوع خاص من الانتي بودي يسمونه اي جي اي. شو راح يسوي هذا الاي جي؟ هذا بكل بساطه راح يروح لهاي الهلمث، يروح لهاي الدودي ويتصل بالسطح الخارجي مالتها. شو من الساحة هنا اتصل بالفيروس؟ هنا نفس الحالة، هذا الاي جي اي راح يتصل بالسطح الخارجي لهاي الهلمث، راح يغطيه. ورا ما غطاها شو راح يصير؟ همين ذن السيتوكاينز راح يفعلن لي مجموعة من الخلايا، راح يفعلن لي الايوسينوفيل وراح يفعلن لي الماس سيل، راح يفعلن الايوسينوفيل وراح يفعلن الماس سيل. هذن شو راح يسوون؟ هذن عندهن ريسبترات للاي جي اي، يعني على السطح الخارجي مالتهن بيها ريسبترات للاي جي اي. هاي همين بيها ريسبترات للاي جي اي. فش صار هسه؟ ورا ما الاي جي اي ارتبط بهاي الهلمث وهذا نوعين ريسبترات للاي جي اي، فراح يجن يرتبطن بالاي جي اي. اوكي، هاي الماس سيل همين راح ترتبط بالاي جي اي. ورا ما ارتبطن بالاي جي اي راح يصير بيهن اكتيفيشن، راح يتفاعلن. ورا ما تفاعلن راح يفرزن ماده يسمونها ميجر بيزك بروتين، ميجر بيزك بروتين، ميجر بيزك بروتين. هاي الايوسينوفيل والماس سيل ورا ما ارتبطن بالاي جي اي وتفاعلن راح يفرزن ماده اسمها ميجر بيزك بروتين. فهذا الميجر بيزك بروتين شو راح يسوي؟ راح يروح لهاي الهلمث وراح يحلل هاي الهلمث، راح يروح للهلمث وراح يحللها، راح يسوي لها لايسس. فراح تتحلل هاي الهلمث الى قطع صغيره، فبكل بساطه راح تجي الماكروفاج تقدر تسوي لها فاجوسايتوسيس. اذا هذا النوع الثاني من الريسبونس يصير بكرونيك انفلاميشن، تكون مسؤوله عنه تي هيلبر 2. هو يصير اذا عندي هلمث، هلمث حجمه كبير فما اقدر اسوي لها فاجوسايتوسيس، يعني بالاكوت انفلاميشن نيوتروفيل ظلت محتاره ما تقدر تسوي لها شيء. فاجي هنا الكرونيك انفلاميشن، اجتني تي هيلبر 2 راح تفرز لي انترلوكين 4 انترلوكين 5 وانترلوكين 13، راح يرحم بكل بساطه للبي سيل ويخلينا تفرز اي جي اي. هذا الاي جي اي راح يروح يرتبط بالهلمث، ورا ما ارتبط بالهلمث هذين السيتوكاينز نفسهن راح يفعلن ايوسينوفيل والماس سيل اللي هن عندهم ريسبترز للاي جي اي، يملكن ريسبترز للاي جي اي. فراح يجن يرتبطن بهذا الريسبتر وراح يصير بهن اكتيفيشن، راح يتفاعلن. ورا ما تفعلن راح يفرزن ميجر بيزك بروتين، ماده اسمها ميجر بيزك بروتين. هاي الميجر بيزك بروتين راح تروح لهاي الهلمث وراح تحلل هاي الهلمث، راح تسوي بيها اللايسس. فراح تتحلل الهلمث وراح تجي الماكروفاج تقدر تسوي لها فاجوسايتوسيس لان تحللت الى قطع صغيره. اوكي، هذا الريسبونس الثاني. هسه صار عندنا نوعين من الريسبونس. الريسبونس الاول يصير بحاله الانتراسيلولر باثوجين مسؤوله عنه تي هيلبر 1، والريسبونس الثاني يصير بحاله الهلمث اللي هي الديدان اللي قلنا حجمها كبير تكون مسؤوله عنه تي هيلبر 2. خلينا نشوف الريسبونس الثالث والاخير اللي يصير بحاله الاكسترا سيلولر باثوجين. اكسترا سيلولر باثوجين ما عدا الهلمث طبعا، اي اكسترا سيلولر باثوجين ما عدا الهلمث، يعني اكسترا سيلولر بكتيريا، اكسترا سيلولر باراسايت، اي شيء، اهم شيء مو هلمث. هنا راح تكون مسؤوله عني تي هيلبر 17 لينفوسايت اسمه تي هيلبر 17. شو راح اسوي هاي؟ خلينا نفترض انه عندي هسه اكسترا سيلولر باثوجين، مثلا عندي بكتيريا اكسترا سيلولر بكتيريا، شو راح يصير؟ راح تجي لي تي هيلبر 17 راح تفرز لي سيتوكاينز على اسمها يسمونه انترلوكين 17. هي تي هيلبر 17 راح تفرز لي سيتوكاين يسمونه انترلوكين 17. هذا شو راح يسوي؟ هذا راح يروح يجيب لي نيوتروفيل، راح يستدعي نيوتروفيل. هذا كرونيك انفلاميشن بس راح تجي نيوتروفيل. ادري شوي صارت شغله تخربط الدوخ، شلون كرونيك انفلاميشن وشلون نيوتروفيل؟ لان هي بكل بساطه النيوتروفيل هي احسن خليه واقوى خليه لمواجهه الاكسترا سيلولر باثوجين، بس يجوز يعني بالاكوت انفلاميشن ما لحقت تقضي على هاي البكتيريا، مثلا هاي البكتيريا جايب اعداد هواي ما لحقت تقضي عليه، فهنا راح يجي الكرونيك انفلاميشن همين راح يجيب النيوتروفيل وراح يجيبها باعداد كلش هواي. وما راح يجيب بس النيوتروفيل، لا، هذا الانترلوكين 17 ايضا راح يستدعي الماكروفاج، راح تجيني كفاجوسيتك سيل، فذا النيوتروفيل والماكروفاج راح يهجمن على هاي البكتيريا وراح يسوي لها فاجوسايتوسيس. اوكي، يعني النيوتروفيل هي احسن وحده لمواجهه الاكسترا سيلولر باثوجين، بس قد بالاكوت انفلاميشن ما لحقت تحتاج بعد وقت، فبالكرونيك انفلاميشن همين راح نجيبها. وبعد راح يصير عندي شغله ثانيه، راح تجيني البي سيل البي لينفوسايت، شو راح اسوي؟ راح تفرز لي انتي بودي، راح يجي الانتي بودي راح يرتبط بسطح البكتيريا.
كله يرتبط بالسطح. هو الانتي بودي يروح يرتبط بسطح البكتيريا، سطح الباثوجين دائما يجي، راح يجي هنا يرتبط بسطح الباثوجين. شو راح يسوي؟ طبعا هنا راح يجيني الاي جي ام، اي جي ام حتى هنا يسمون الاي جي ام، بينما هنا كان الاي جي. اوكي، بحالة الهيلمنت الاي جي، بينما بالحالات البقية راح يجيني اي جي ام، وقد بعدين يتحول الى اي جي جي. اوكي، اذا استمر الكرونيك انفلاميشن فترة طويلة راح يتحول الى اي جي جي. المهم شو راح يسوي ناسي؟ المهم هسه ما ندوخ روحنا بالاسماء، المهم راح يجيني انتي بودي. شو راح يسوي هذا الانتي بودي؟ راح يرتبط بسطح البكتيريا وراح يفعل الكومبلمنت سيستم، راح يفعل الكومبلمنت سيستم. احنا الكومبلمنت سيستم سولفنا عليه وسولفنا عن وظائفه، بس ما قلنا شلون يتفعل. قلنا هو يتفعل بس ما قلنا شلون يتفعل. هو يتفعل بعدة طرق. احدى الطرق اللي يتفعل بيها هي عن طريق الانتي بودي، انه يجي الانتي بودي يرتبط بسطح البكتيريا، فوراها راح تجي هاي البروتينات. مو قلنا الكومبلمنت سيستم هي عباره عن بلازما بروتين، فراح تجيني من البلازما وراح توصل هنا، راح ترتبط بهذا الانتي بودي وراح تتفعل. اوكي، فالمهم راح يتفعل عند الكومبلمنت سيستم، والكومبلمنت سيستم سولفنا عن وظائفه، قلنا واحده من وظائفه هي تكوين الممبرين اتاك كومبلكس. ممبرين اتاك كومبلكس، قلنا هو هذا كومبلكس يروح ينغرز بالممبرين مال البكتيريا، فراح يسوي فتحه بسطح البكتيريا، راح يسوي فتحه بالممبرين مال البكتيريا، فبالتالي محتويات البكتيريا راح تطلع للخارج، السيتوبلازم مالته راح يطلع للخارج وراح تتحلل البكتيريا وراح تموت البكتيريا. اوكي، اذن هاي الشغله الثانيه راح يصير عندي هنا، راح يجي الانتي بودي يرتبط بهاي البكتيريا فراح يتفاعل عندي الكومبلمنت سيستم وراح يبدي يشتغل وراح يسوي لي ممبرين اتاك كومبلكس، اللي هو راح يهاجم البكتيريا وراح يحلل البكتيريا. اذن هذا الريسبونس الثالث اللي يصير بالكرونيك انفلاميشن، اللي هو بحاله الاكسترا سيلولر بكتيريا او اكسترا سيلولر باثوجين بشكل عام، مو شرط بكتيريا، اكسترا سيلولر باثوجين، اكسترا سيلولر باراسايت. اوكي، شو راح يصير بي؟ راح تجيني تي هيلبر 17، راح تفرز لي سيتوكاينز على اسمها يسمونه انترلوكين 17، راح يجيب لي النيوتروفيل والماكروفاج. صحيح هو كرونيك انفلاميشن، بس راح تجيني النيوتروفيل، لان قلنا النيوتروفيل هي احسن وحده لمواجهه الاكسترا سيلولر باثوجين، بس قد تكون بالاكوت انفلاميشن ما لحقت، لان الباثوجين مثلا جايب اعداد كلش هواي. فهنا بالكرونيك انفلاميشن همين راح اجيبها، وراح اجيب وياها الماكروفاج. والشغله الثانيه انه البلازما سيل راح تفرز لي انتي بودي، هاي الانتي بودي راح ترتبط بالباثوجين وراح تفعل الكومبلمنت سيستم اللي راح يسوي وظائف نعرفها. هاي الريسبونسز الثلاثه اللي تصير بالكرونيك انفلاميشن. الريسبونس الاول يصير بحاله الانترا سيلولر باثوجين، تكون مسؤوله عنه تي هيلبر 1، والريسبونس الثاني يصير بحاله الهيلمث، تكون مسؤوله عنه تي هيلبر 2، والريسبونس الثالث يصير بحاله الاكسترا سيلولر باثوجين، تكون مسؤوله عنه تي هيلبر 17. اوكي، فاذا تلاحظ هذين الريسبونس ثلاثه، الريسبونس الاول والثاني والثالث، شنو الشيء المشترك بهم؟ شنو الشيء المشترك هنا وهنا وهنا؟ الشيء المشترك بهم انه كلهم بهم لنفوسايت وماكروفاج، يعني كل واحدة بهذين الريسبونسز عندي لنفوسايت وعندي ماكروفاج. هذين اللنفوسايت والماكروفاج يسموهم مونونيوكليير انفلاماتوري سيل، مونونيوكليير انفلاماتوري سيل. مونونيوكليير يعني نواتها متكونه من فص واحد، متكونه من فص واحد، مثل هاي الماكروفاج مثل ما نشوفها نواتها متكونه من فص واحد، واللنفوسايت ايضا متكونه من فص واحد، ما مرسومه هنا نواتها، بس هي نواتها متكونه من فص واحد، اذا تريد تدور صورها بالنت راح تلقاها متكونه من فص واحد. اوكي، ايضا البي سيل نفس الحاله. فهاي اول ميزه للكرونيك انفلاميشن، فاذا الكرونيك انفلاميشن يمتاز بوجود المونونيوكليير انفلاماتوري سيل اللي هي اللنفوسايت والماكروفاج، وهاي اول ميزه للكرونيك انفلاميشن. طبعا بالاكوت انفلاميشن كان عندي بولي نيوكليير انفلاماتوري سيل، بولي نيوكليير. طبعا بالاكوت انفلاميشن كانت عندي النيوتروفيل، اللي هي النيوتروفيل قلنا بولي نيوكليير انفلاماتوري سيل، نواتها متكونه من ثلاث فصوص، من اكثر من فص يعني. اوكي، بينما ذن اللنفوسايت والماكروفاج راح يكون مونونيوكليير انفلاماتوري سيل. فهي اول ميزه للكرونيك انفلاميشن لازم ابقيها ببالي، انه يمتاز بوجود مونونيوكليير انفلاماتوري سيل. هسه احنا الاكوت انفلاميشن قلنا يستمر من سكندز الى فيو دايز، قلنا عده ايام كم يوم. زين الكرونيك انفلاميشن ايش قد يستمر؟ هذا يعتمد، ممكن يستمر ايام، ممكن اسابيع، ممكن اشهر، ممكن حتى سنين، يعتمد على مناعه الشخص ويعتمد على الباثوجين الجاي. اوكي، يعتمد على الباثوجين ويعتمد على الاميونيتي مال الهوست. طبعا بما انه الكرونيك انفلاميشن مستمر، فاذا راح يصير عندي دمج مستمر، يعني بشكل مستمر راح يدمر عندي التيشو، راح يصير عندي تيشو دامج، تيشو ديستركشن.
سواء بسبب الباثوجين نفسه أو بسبب ذني الخلايا، بسبب ذني الإنفلاماتوري سيل، لأن جاي يصير عندي معركة، معركة مستمرة، معركة ما بين الباثوجين وما بين ذني الخلايا، فأكيد هاي المعركة راح تؤدي إلى دمار. فأنا عندي معركة مستمرة بالتشو، فراح يدمر هذا التشو، راح يصير عندي تشو ديستركشن، سواء بسبب العدو اللي هو الباثوجين أو بسبب الخلايا اللي هي جاي دافع. ممكن هاي الخلايا جاي دافع همين تدمر التشو، همين تفرز إنزيمز وتفرز هواي شغلات، شوغن إذن راح يفرز ميجر بيزك بروتين اللي هو هيدروليك إنزيم، ممكن هم يدمر الخلايا معتي وهكذا. إذن راح يصير عندي تشو ديستركشن. بما أنه راح يصير عندي تشو ديستركشن بشكل مستمر، فجسمي بهاي الحالة هو ما قاعد صافن، يشوف التشو قدامه جاي يدمر وهو يباوع لي، لازم يسوي شيء. فش راح يسوي؟ راح يحاول يعوض هذا الديستركشن فايبرس تشو، راح يحاول يعوض هذا الديستركشن فايبرس تشو، راح يسوي عملية السكار فورميشن. شلون عملية السكار فورميشن اللي قلنا تصير ورا ما انتهى الأكوت إنفلاميشن وانحلت الأمور؟ هنا نفس العملية راح تصير، بس هنا الفرق إنه الإنفلاميشن مستمر. بس هنا ليش صارت؟ هسه هناك صارت لأن انتهى الأكوت إنفلاميشن ولازم أصلح التشو. هنا صارت لأن الإنفلاميشن مستمر والدمج عندي مستمر، فجاي يدمر التشو بشكل مستمر، فلازم أتلاحق الوضعية، وما خلي التشو شيء يدمر، لازم أحاول أصلحها. فالجسم بهاي الحالة أيضا راح يكون فايبروس تشو، راح يكون عندي فايبروس تشو بنفس الطريقة شرحناها. راح بالبداية راح تتكون عندي بلاد فيزل جديدة، راح يصير عندي أنجيوجينيسيس، وراح تجيني الماكروفاج راح تفعل الفايبروبلاست، هذا الفايبروبلاست يبدأ يكون الكولاجين فايبرز، أوكي؟ وهذا التشو بهاي الأربع مكونات قلنا يسمونه غرانيوليشن تشو، غرانيوليشن تشو. إنه بهذا الغرانيوليشن تشو راح يتحول إلى فايبروس تشو. شو راح يتحول؟ بكل بساطة هذا الفايبروبلاست جرحن، هذا البلاد فيزل جرحن، يصير بين ريجريشن، هذا الفايبرز يصير بين موديفيكيشنز، يصير بين ريموديلينج. فيبقى هذا التشو يحتوي فقط على فايبرز، يسمونه فايبروس تشو، أوكي؟ بس هنا أنا بما أنه أنا عندي الدمج مستمر وعملية تكوين الفايبروس تشو أيضا مستمرة، يعني مثل كرونيك إنفلاميشن جاي يستمر أسابيع، فهذا الدمج مستمر إلى أسابيع، وعملية تكوين الفايبروس تشو مستمرة على مدى هاي الأسابيع. فبشكل مستمر يمتى ما أجي راح ألقى غرانيوليشن تشو، لأن أكو فايبروس تشو جاي يتكون، فلازم عندي غرانيوليشن تشو. فيمتى ما أجي مكان الكرونيك إنفلاميشن راح ألقى عندي غرانيوليشن تشو، راح ألقى بلاد فيزل وراح ألقى فايبروبلاست، أوكي؟ هاي الشغلة اللي لازم أفهمها وبقيها ببالي. يعني صحيح أنا جاي أسوي فايبروس تيشو، بس أنا الدمج عندي مستمر، فعملية تكوين فايبروس تيشو تصير بشكل مستمر، فيمتى ما أجي راح ألقى عندي غرانيوليشن تيشو، أوكي؟ فهاي الميزة الثانية بالكرونيك إنفلاميشن، إنه عندي كونتينيوس دمج، كونتينيوس ريبير، كونتينيوس دمج، كونتينيوس ريبير. فهذين الميزتين للكرونيك إنفلاميشن لازم أبقيهن ببالي. الميزة الأولى يمتاز بوجود المونونيوكليير إنفلاماتوري سيل اللي كانت مسؤولة عن ثلاث أنواع من الريسبونسز، والميزة الثانية انه عندي continuous damage و continuous repair، وهذا الريبير يمتى ما اجيله راح القى عندي granulation tissue، لان عملية تكوين الفايبروس تيشو تكون مستمرة لان الدمج مستمر. تمام، هذا تقريبا كل شيء على chronic inflammation. بس همين ما خلص chronic inflammation، هذا chronic inflammation سولفنا عليه هسي، هو chronic inflammation ناتج من acute، يعني acute inflammation نوب صار chronic. اكو عندي نوع من chronic inflammation يصير بدون acute inflammation. زين هسه تقول شلون هاي؟ شلون كرونيك انفلاميشن يصير بدون اكيوت؟ غير هو صار ببداية انفلاميشن، اول ما بدا سميناه اكيوت، نوب استمر فسميناه كرونيك. زين شلون هنا اول ما بدا كرونيك؟ انا اقول لك هذا بكل بساطه يصير عندي بحالات معينه، يصير عندي بثلاث حالات. الحاله الاولى هي بالاوتو اميون ديزيز. هاي الاوتو اميون ديزيز شنو قصته؟ هاي بكل بساطه انه اللمفوسايت، هاي اللمفوسايت اللي هي البي لمفوسايت والتي لمفوسايت، راح تروح تتفعل وتهاجم خلايا الجسم، تهاجم خلايا الجسم ماتي. يعني أنا الجسم قاعد وساكت كل شيء طبيعي، رأساً اجت لي لمفوسايت هاجمت فتخلية من خلايا الجسم، اجتني المكان معين بالجسم وهاجمت الخلايا الموجودة بي. فمن راح توصل هذا التشو راح تبدي تتعارك ويا الخلايا من هذا التشو، تبدي تتعارك وياها وتسوي دمج مستمر، أيضا راح يصير دمج مستمر وراح يصير عندي ريبير مستمر، فبالتالي راح يصير عندي كرونيك إنفلاميشن، راح يصير عندي مونونيوكليير إنفلاماتوري سيل هي اللمفوسايت، وراح يصير عندي تشو دمج وتشو ريبير، أوكي؟ لذلك هذا يسمونه كرونيك انفلاميشن من البدايه، انه انا ما عندي اكيوت قبله، راسا هي اول ما وصلت اللمفوسايت، اول ما وصلت المكان التشو الا بدا الانفلاميشن، هي مخبله راحت لهذا التشو وسوت هناك كرونيك انفلاميشن. ليش سميناه كرونيك؟ لان بي هاي الميزات، بي مونو نيوكليير انفلاماتوري سيل وبي كونتينوس دامج وكونتينوس ريبير. هاي الحاله الاولى هي الاوتو اميون ديزيز، انه ذن اللمفوسايت يصير اوضاعهم مخربطه فيرحل للتشو وهناك يسوون انفلاميشن ويدمرن هذا التشو. والحالة الثانية هي بعض الانتراسيلولار باثوجين، بعض الانتراسيلولار باثوجين.
بعض الانتراسيلر باثوجين مثل مايكوبكتيريوم توبركلوسس. هاي أهمياً راح تسوي الكرونيك انفلاميشن من البداية. شلون هاي؟ هاي الكتب هم محتارة به، يعني أكو يقول لك هي تسوي أكوت انفلاميشن، بس هذا الأكوت انفلاميشن يكون كلش ويك، يعني رأساً تجي نيوتروفيل رأساً تموت ما تقدر تسوي فد شي، فمن تجيني اللمفوسايت وتسوي للرسبونس اللي يعتبرونه بدل انفلاميشن. أوكي، لذلك يعتبرونه كرونيك انفلاميشن من البداية، ما يعتبرون أكو أكوت انفلاميشن لأن يكون كلش ضعيف وكلش ويك. هاي الحالة الثانية اللي يبدي بيها الكرونيك انفلاميشن من البداية بدون أكيوت. هسه صارت عندي حالتين يصير بها الكرونيك انفلاميشن من البداية بدون أكيوت انفلاميشن. أول وحدة أوتو أميون ديزيز، والحالة الثانية بعض الانتراسيلر باثوجين مثل مايكوبكتيريوم توبركلوسس اللي هي تسوي المرضى توبركلوسس. والحالة الثالثة من تدخل لي مواد يسمونها نون ديجريدابل توكسيك ماتيريالز. نون ديجريدابل non-degradable toxic materials يعني مواد سامة غير قابلة للتحلل، الجسم ما يقدر يحللها. هاي مثل شنو؟ هن ذا المواد هواي، أهم واحدة بيهن هي السيليكا، مادة يسموها السيليكا. هاي شو راح تسوي؟ خلنا نعتبر إن هاي مادة السيليكا دخلت للجسم، راح تجين الماكروفاج راح تجي تسوي لفاجوسايتوسس. مسويت لفاجوسايتوسس؟ بس هاي المادة non-degradable ما تتحلل، الماكروفاج ما راح تقدر تحللها، فراح تبقى موجودة داخل الماكروفاج إلى أبد الآبدين، ما راح تقدر تحللها الماكروفاج. وأيضا بعد شو راح تسوي؟ أول ما دخلت داخل الماكروفاج هاي مادة السيليكا أو أي مادة ثانية تكون non-degradable وtoxic، شو راح تسوي؟ راح تفعل لي فد شي يسمونه إنفلاموسوم، هيك مجموعة مركبات ومجموعة بروتينات داخل الماكروفاج يسموها إنفلاموسوم. أوكي، إنفلاموسوم. فورا ما يتفاعل هذا الإنفلاموسوم راح هاي الماكروفاج تفرز مواد، راح هاي الماكروفاج تفرز مواد، راح تفرز لي مواد. هاي المواد راح تروح تسوي فايبروس تيشو، راح تحفز عملية تكوين السكار فورميشن، راح يتكون عندي فايبروس تيشو من البداية، فراح يعتبروني كأنه كرونيك إنفلاميشن. يعني صحيح اللمفوسات بعدها ما جاي، بس راح يصير عندي فايبروس تيشو من البداية، لذلك يعتبرونه كرونيك إنفلاميشن من البداية. هاي الحالة الثالثة يصير بيها الكرونيك إنفلاميشن من البداية، وهي من تجين مواد تكون نون ديجريدابل توكسيك مثل السيليكا، راح تدخل داخل الماكروفاج وراح تفعل في شيء يسمونه انفلاموسوم. هذا الانفلاموسوم راح يؤدي الى افراز مواد، هاي المواد راح تسوي لي فايبروس تيشو، تحفز تكوين فايبروس تيشو، راح تحفز عمليه السكار فورميشن، فراح يبدو كانه كرونيك انفلاميشن. فهاي الحالات الثلاثه يصير بها كرونيك انفلاميشن من البدايه بدون اكوت انفلاميشن. اول وحده هي الاوتو اميون ديزيز، انه ما عندي لا عندي باثوجين ولا عندي شيء، بس هي الليمفوسايت لسبب او لاخر راح تتفعل وراح تجري التيشو وراح تهاجم التيشو وراح تسوي الكرونيك انفلاميشن بدون اكيوت. والحاله الثانيه هي الانتراسيلولار باثوجين اللي هي قد يصير بها اكيوت انفلاميشن، بس يكون هذا كلش ضعيف لذلك ما يعتبرونه فد اكيوت انفلاميشن. والحاله الثالثه هي النون ديجريدابل توكسيك ماتيريالز. اوكي، وطبعا هذا النوع من الكرونيك انفلاميشن اللي من البدايه يبدي كرونيك بدون اكيوت يسمونه دي نوفو كرونيك انفلاميشن. دي نوفو كرونيك انفلاميشن هي مصطلح دي نوفو معناته from the beginning من البداية، دائما كلمة دي نوفو معناته من البداية. فهذا النوع من الكرونيك انفلاميشن يسمونه دي نوفو كرونيك انفلاميشن، يعني كرونيك انفلاميشن يبدي من البداية without acute inflammation. اوكي، هسه تقريبا نقدر نقول خلصنا كل شيء على الكرونيك انفلاميشن، بقت لنا فقط حالة واحدة اللي هي الجرانيولوما. مرات بالكرونيك انفلاميشن يصير عندي فد شيء يسمونه الجرانيولوما، هذا ما راح نحكي عليه بهذا الفيديو، راح نسوي عليه فيديو ثاني، راح الفيديو الجاي يكون كله على الجرانيولوما، راح نحكي عن انواعها وعن اسبابها، قصير هو ما راح يكون طويل بفقط كم شغله. وشكرا جزيلا.